بيحبوش يشوفوا نفسهم في المراية. صح، عنده الحق. لازم قطر أن تحترم الناس بسبب الرشوة، بسبب التحايز، بسبب أمور كثيرة. بعد خسارته وإقصائهم من كأس العالم على يد منتخبات البرازيل وكرواتيا، ورح يكون حكم. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم كل الحب والاحترام. الخبر الاول اللي نبداو به انه رسميا الفيفا تطرد هذا الحكم الالماني وتستبعده من كاس العالم قطر 2022. هذا الحكم هو حكم الفار لمباراه غانا والاورغواي اللي كانت فيها فضيحه تحكيميه وكان ظلم على الاورغواي، وهذا الحكم ظلم الاورغواي في تلك المباراه. لهذا السبب الفيفا قررت ان تستبعده نهائيا حاليا من كاس العالم قطر 2022. ومعلومه للناس اللي ما يعرفوش انه هذا الحكم هو نفس الحكم الفار اللي كان في مباراة الجزائر والكاميرون، وهو اللي كان حكم الفار. والفيفا مرة أخرى بعد تلك الفضيحة اللي صارت في مباراة الجزائر والكاميرون عادوا ادوه الكأس العالم، زاد دار لهم فضيحة أخرى في مباراة غانا والأورغواي، والآن فيفا قررت برش تستبعده من كأس العالم وباش تطرده. والأمر اللي حيرني علاش الفيفا ما تديرش عقوبات تكون صعيبة وصارمة مع اللي يديروا أخطاء فادحة، رغم أنه حاليا في 2022 ورانا داخلين على 2023 التكنولوجيا متطورة بطريقة رهيبة جدا صارت في كرة القدم الحديثة، كذلك ما زلنا نشوف أخطاء تحكيمية كارثية من حكام. بسبب ماذا؟ بسبب الرشوة، بسبب التحايز، بسبب أمور كثيرة اللي داخلة في الكولسة كرة القدم. أما بخصوص الحكم الجزائري غربال، ما شاء الله ليه، هو الحكم الجزائري المتواجد حاليا في كأس العالم قطر 2022، حكم مباراة من قبل وحاليا موجود، راح يكون في مباراة البرازيل وكرواتيا وراح يكون حكم رابع. الأمر نستغرب من الفيفا أنه حكم جيد مثل غربال علاش ما يعينوش ويكون حكم الأول ويكون حكم الساحة، علاش دائما يعينوه يكون حكم الرابع في كأس العالم، علاش ما يستحقش. حاليا غربال بعيدا على انه جزائري وانا جزائري بدون اي عاطفة، الناس اللي شاهدوا مباريات غربال اللي كان فيها حكم رائع وحكم جيد ما شاء الله عليه، دائما يكون متميز، دائما متألق. وايضا هذا الحكم يعتبر حاليا من افضل الحكام العرب ومن احسن وافضل الحكام في افريقيا، حكم جيد عنده امكانيات كبيرة جدا وامكانيات رائعة، يستحق انه نشوفه الحكم الاول في كأس العالم. ورسميا الاتحاد الاسباني لكرة القدم يقوم بإقالة لويس إنريكي مدرب منتخب اسبانيا بعد خسارته وإقصائه من كأس العالم على يد منتخب المغرب. لويس إنريكي صراحة فشل كبير جدا مع منتخب إسبانيا، لا لعب ولا أداء ولا أي شيء، فقط أنهم فازوا على منتخب كوستاريكا اللي هو كان منتخب ضعيف جدا. ومنتخب إسبانيا صراحة نشوفه مجرد منتخب منفوخ إعلاميا لا أكثر ولا أقل، ليست إسبانيا اللي كنا نعرفوها فيها تشافي وينيستا وفيا في 2010، هذا أمر مغاير تماما. إسبانيا حاليا تعاني. كلكم شفتوا في العنوان فضيحة قطر 2022، هذه الفضيحة في مونديال قطر وتنظيم دولة قطر للمونديال. الشيء اللي راح تشاهدوه فضيحة ولكن بنوعية أخرى. شوفوا معنا هذا الفيديو، صراحة فيه شيء مهم جدا، تفرجوا معنا. فضيحة جديدة في مونديال قطر 2022، تعال تعال. بعيدا عن أن فيفا بواب الدخول على نصيد كل شارع، دي محطة لها بوابة على نصيد كل شارع، وبعيدا عن أن فيها أسانسير شغال لذوي الاحتياجات الخاصة وعربيات الأطفال وللناس عموما، يعني أي حد عايز يركب. وبعيدا عن وأكثر الفضائح من غير الفضيحة اللي هو يتكلم عليها، الفضيحة الكبيرة في قطر أنه الأراضي نظيفة جدا، وهذا أمر مزعج في دولة قطر. لماذا الأرض نظيفة جدا؟ من المفروض أنه قطر تحترم الناس وتخلي الأراضي متسخة وتخلي الأشياء كما هي، علاش ينظفوا فيها وعلاش يسقموا فيها؟ شاهد معنا الفضائح. الناس اللي بتساعدك قدام أي مدخل من مداخل المترو، وبعيدا عن وجود سلالم كهربائية ووجود ممشى كهربائي، وبعيدا عن أن الطرق ممهدة للمكفوفين، وبعيدا عن شوف قطر وجه عاملة، عملوا سلالم كهربائية وممرات كهربائية،
هاد الشيء يعلم الإنسان أنه ما يمشيش ويخلي الإنسان ما مش في راحة كبيرة. يعني هذا الأمر فضيحة كبيرة. وأيضا أنه قطر عاملة ممرات خاصة للناس المكفوفين ذو الاحتياجات الخاصة. لماذا يا قطر؟ لماذا يا قطر؟ يا قطر احترمي الحريات واحترمي الناس. مش معقول هاد الأمور. إن الدخول مجاني طالما أنت معاك بطاقة هيئة للمشجعين. سمعت؟ الدخول مجاني. لماذا الدخول مجاني؟ ديروا أموال، استفادوا. ولكن قطر للأسف فضيحتها أنه عاملين كل شيء مجاني للمشجعين اللي يكونوا حاضرين في دولة قطر. المترو مجاني، الحافلات مجانية، كل الأمور تاع النقل هي مجانية في دولة قطر. وهذه فضيحة كبيرة في حق دولة قطر. وبعيدا عن إحساسك أنك داخل تركب طيارة مش مترو خالص. شفت؟ شفت؟ فضيحة كبيرة. هذا مترو ولا طيارة؟ كيف يا قطر تستهزوا بالناس تقول لهم اصعدوا للمترو بعد الرجل يلقى روحه في طيارة؟ عيب. شفت الكراسي كيف مزينينها؟ صراحة شيء. أنا عايز أعرف إيه ده؟ حد يفهمني إيه ده؟ ليه 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 أنا مضطر أشوف نفسي في المترو طالما أنا هركب؟ ليه؟ يعني زي ما رأيتوا حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق المكفوفين، فين حقوق ذوي اللي ما بيحبوش يشوفوا نفسهم في المراية؟ صح، عنده الحق. لازم قطر أن تحترم الناس اللي ما يحبوش يشوفوا أنفسهم. لماذا قطر وضع مرايات؟ ليش يا قطر؟ لماذا يا قطر؟ وش راح نقول؟ تحية لهذا الأخ المصري على هذا الفيديو بطريقة جميلة وبطريقة رائعة ينقل لك الإيجابيات الموجودة في قطر والتنظيم الرائع في دولة قطر، ولكن بالطريقة اللي ممكن الناس والأعداء يعني الصحف الأوروبية اللي تريد أن تشوه سمعة قطر بطريقة سيئة ويتكلموا ويقول لك التنظيم في قطر سيء جدا والتنظيم رديء وأنه قطر لا تحترم الحريات لا تحترم حقوق الإنسان. وبالعكس قطر ما شاء الله لهم، كل شيء جميل، كل شيء رائع، كل شيء تحفة، سوى الملاعب، سوى يعني البنية التحتية الرائعة ولا أروع. صراحة البنية التحتية الموجودة في دولة قطر غير موجودة حتى في أوروبا. حتى الأوروبيين عندما تنقلوا وراحوا لقطر صاروا هاك يشوفوا ما شاء الله وش هذا المباني رهيبة جدا، أمور جميلة وأمور رائعة. والشيء اللي دارته قطر شيء يشرف ويفرح، وما يشرفش فقط القطريين بل يشرفنا كلنا كعرب وكمسلمين، لأنه هذاك أمر رائع جدا لإدارة قطر. وتحية لهم كبيرة ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله لدولة قطر.